إذن ينطلق الآن سيداتي يا نساتي سادتي الشوط السادس انطلاقة غير موفقة لسانتوريني من البداية، بينما لانغافاد هو اللي يتصدر السباق من البداية، وثم يأتي ستيد في المركز الثاني، بينما المرشح الثاني بيسدريس يأتي في المركز الثالث، المالكية تأتي رابعا، وتاف في المركز الخامس، وأيضا هستيان في المركز السادس. إذن لانغافاد هو اللي يتصدر السباق، بينما ستيد يأتي في المركز الثاني، بينما وديستدريس في المركز الثالث، وهستيان في المركز الرابع، ولولا فينسز هي انطلقت أيضا من جانب المنصة الرئيسية. إذن هنا لانغافاد لازال هو اللي يتصدر السباق، وأيضا بمحادات السياج الداخلي هنالك بالي أوربان. إذن لانغافاد وبالي أوربان، وأيضا هنا انطلق المرشح الثالث شيب يارد بقيادة الفارس بريد دويل، وثم لولا فينسز يأتي في المركز الثاني. المركز الثالث هنالك بالي أوربان، بينما شيب يارد بقيادة الفارس بريد دول يقترب من انتزاع الشوط السادس. لولا فينسز في المركز الثاني، بالي أوربان في المركز الثالث، بيسدريس في المركز الرابع. إذن شيب يارد بقيادة الفارس بريد دول من ينتزع ويخطف كأس شركة غاز البحرين الوطنية بني غاز. 1400 متر ليأتي وينتزع هذا الشوط لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس بريد دويل، في انتظار نتيجة المراكز الأربعة الأولى والمعتمدة أيضا من قبل لجنة التحكيم، وصورة النهاية، صورة الفوتو فينيش التي يعطينا نتيجة المراكز الأربعة الأولى. مشاهدينا الكرام، حضور سعادة الشيخ الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية، مع أيضا عقيل حسن من اسطبل رمضان، وهذا الانتصار في سادس اللقاءات وسادس الأمسيات لهذا اليوم، مع تواجد أحمد الكعبي مدير العلاقات العامة للشركة، وأيضا كما نتابع مشاهدينا الكرام جابر رمضان وعقيل حسن من هذا الاسطبل، مبروكين على هذا الانتصار في سادس اللقاءات مع الجواد شيب يارد، هذا الجواد المميز لعمره 8 سنوات. ايضا عون مبارك، لك تعليق بالنسبه عن هذا الانتصار قبل التتويج ان شاء الله؟ طبعا اللي هو مبروك اسطبل رمضان، مبروك جابر رمضان، مبروك جميع فريق اللي هو جابر رمضان. اليوم اللي هو شيب يارد ب 61 كيلو شفناه في الأسبوع الماضي مع ثوركي الستار، انتقل أيضا إلى سادس اللقاءات وسادس الأمسيات من خلال تتويج جابر رمضان، وهو المشرف والمدرب، أيضا يأخذ الكأس من يد سعادة الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وأيضا السلام من أيضا توفيق شرف العلوي مدير عام النادي، وأيضا اسطبل